أهلا بكم مشاهدي فضائية الخرطوم في هذا المساء، تحية لكم أينما كنتم متابعين في هذه الأمسية الاستثنائية. ونحن في هذه الأمسية نعزي الشعب السوداني في رحيل شاعر رقم واسم سوداني كبير ورمز سوداني من رموز الإبداع، شاعرنا الكبير محمد طه الجدال، له الرحمة والمغفرة والجنة بإذن الله. هكذا يغيب الموت كثير من الشخصيات، ولكن دائما ما نقول ما مات من ترك أثرا جميلا يمضي بين الناس. عندما يكون الشاعر وطن تبكيه القلوب قبل العيون. أرحب بكم مشاهدينا وبضيفي داخل الاستوديو الأستاذ الشاعر الجميل محجوب الحاج. مرحبا بك أستاذ محجوب، وبداية تعازينا لك ولقبيلة المبدعين في بلادي. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، ومن خلالكم بنعزي الشعب السوداني بفقد أحد رموز الشعر والأدب في السودان وعمود من أعمدة الشعر في السودان، اللي هو ألا وهو الأخ الشاعر الصديق محمد طه الجدال، الله يرحمه ويغفر له. نعم، هكذا هو حال الحياة وتمضي طبعا بكل تأكيد، ولكن كما ذكرت في المقدمة ما مات من ترك أثرا جميلا بين الناس. أستاذنا الجدال له الرحمة، كان شاعر فعلا يجب أن يقال عليه الشاعر الوطن، تعليقك على ذلك؟ والله فعلا هو شاعر الوطن وشاعر النضال وشاعر الثورة وشاعر الغلابة وشاعر الحق. وما هذا اليوم عن قضيته أبدا، وكان صاحب مشروع وبداه وواصل فيه، يعني ما وقف في كل الأنظمة، يعني نظام الأنظمة الدكتاتورية تحديدا، وما هادا ولا استسلم رغم ما تعرض له من اعتقالات وتعرض له من عنت وعسف شديد جدا، لكنه واصل رسالته بكل إصرار. ويعني لكن حيظل عايش بين الناس بأعماله، يعني نعم فعلا التنمية. أستاذنا، يعني الحديث عن الشعر الوطني وعن الكلمة الوطنية اللي بتشكل لسان حال الإنسان السودان، وأيضا بيكون عندها دور كبير جدا في تشكيل الوجدان السوداني، نتحدث عن هذا الجانب وبالتحديد دور الشعراء. يمكن اليوم الجدال هو أنموذج لمجموعة طيبة يعني كانت هي مناضلة في هذا الجانب. والله هو دور الكلمة، يعني هو من بداية، يعني ما قبل الاستغلال. وهو بداه الشاعر خليل فرح في عزة في هواك، ناهض الاستعمار في البداية عن طريق الرمز، وبعده جو شعراء واصلوا المسيرة. والشعراء عموما دائما في قلب الحدث. أي حدث يمر في الوطن هم أول من يتصدوا له عن طريق الكلمة. يعني ما كانوا متغاصين في يوم من الأيام، وشاركوا في كل المناسبات. والشعر هو لسان حال شعبه، فاللي بيعبر عنهم والمرأة اللي بتعكس كل ما يدور في المجتمع يعني. وشعراء ما تخلف عن أي حدث وطن يعني. نعم فعلا، ونحن نركز على هذا الأنموذج الذي رحل عنا يعني قبل سويعات وأيام قليلة جدا، كانت الكلمة عندها أثر كبير جدا، وكل كلماته يعني شكلت مساحة كبيرة جدا في قلوب السودانيين، وكانت دليل دموع الناس يعني في يوم رحيل هذا الرجل. يعني الحديث عن اختيار الكلمة اللي هي صالحة لأي زمان ولأي مكان، في أجيال يمكن تكون هي ما عاصرت بدايات الجدال، ولكن يعني ولدت وجبلت على هذه الكلمات. ومحمد طه الجدال يعني يمكن بداياته حقيقة، يعني ظهوره في المشهد الشعري ناس تعرفه يمكن بداية الثمانينات. وجدال هو يعني نبذ عنه، ومن مواليد 1951. وجدال طلع من جامعة الخرطوم سنة ثانية طب بالمناسبة. ترك الطب. ترك الطب، ويعني بعد ذاك قرا ثاني
جامعة مجال ثاني يمكن الإدارة، يعني بالرغم من ثقافته ودراسته الأكاديمية لكن كان بسيط جدا في المفردة بتاعته. مفردته كانت بسيطة عشان شنو يقدر يخاطب أكبر عدد من الناس. رغم بساطتها كانت عميقة جدا، أثر كبير، كانت عميقة. وقدر أنه يصل لكل الناس، وقدر أنه يتلمس قضايا الشعب والكادحين والناس وقضايا النضال. يعني القدار زي ما قلت عنه ما هذا أصله في مشروع اللي كان يعني بداه، ما وقف في كل العصور وفي كل الأزمنة وفي كل الأنظمة الدكتاتورية كان عنده وجود يعني. والقضاء أنا أفتكر أنه شاعر قضية وشاعر رسالة، وأفتكر أنه أدى رسالته على أكمل وجه، والشعب السوداني الآن عافي عنه لله ورسوله. نعم ما قصر أكيد، يعني ترك إرث إبداعي كبير جدا كما ذكرت، وصالح لأزمنة جاية ولأجيال جاية بإذن الله. ذكرت أنه ابن ولاية الجزيرة، ولاية الجزيرة في حد ذاتها محطة وطنية كبيرة جدا، خرجت كثير من المبدعين، أصدقائك في هذا المجال. ولعله يعني أذكر نقطة التلاقي بينك وبين الجدال في مصطفى سيد أحمد له الرحمة والمغفرة والجنة. زي ما ذكرت أنه ولاية الجزيرة هي ولاية ولود، ولود إبداعيا، يعني أنجبت كثير من المبدعين يعني. وأنا يمكن انطلاقت يعني مسيرتي الغنائية من الجزيرة، من فنان من الجزيرة اللي هو الأستاذ الفنان الخالد مصطفى سيد أحمد. ويمكن نكون يعني أنا أستاذ الجدال الله يرحمه، ونضيف لنا تاني تالت اللي هو الأستاذ أسري محمد علي. إن شاء الله ربنا يرد غربته ويرجع سالم، ونتمنى لولده وابننا وأخونا زريع إن شاء الله يا رب شفاء العاجل إن شاء الله. وأنا من خلال أسهري حقيقة أسهري كان يغيب في الحصاحيصة، تعرفت على الأستاذ مصطفى سيد أحمد. هو خالك أستاذ أسهري؟ أسهري هو خالي طبعا. نعم. وأنا كنت بمشي له في الحصاحيصة، عرفني بأستاذ مصطفى سيد أحمد. يا سلام. ونشأت بيناتنا علاقة، يعني أنا بعرف مصطفى سيد أحمد من الحصاحيصة قبل ما يجي الخرطوم. يا سبحان الله. يعني كاد أكون أقدم صديق لمصطفى سيد أحمد في الخرطوم الآن. يا سلام. والوقت ده أنا ما كنت يعني حقيقة ما كنت بكتب شعر. أسهري سبقني بالكتابة، وحتى لما قدمت النص هنا لمصطفى جاء الخرطوم قدمت له نص، عشان أول نص رحشة الشوق يغنيه، اتفاجأ قال لي يا أخي أنت ده من وين الكلام ده جبته؟ قلت له يعني أسهري يكتب وانت تلحن وانا اطلع منكم ساي. يا سبحان الله. فقال لي انت ما طلعت ساي، وان شاء الله الاغنيه دي اللحن ده انا على القصيده ده انا حالحنها واقدمها. وقد كان يعني اول فنان غنى لي هو استاذ مصطفى سيد احمد. نعم له الرحمه والمغفره والجنه ان شاء الله. له الرحمه والمغفره. لكن دار اضيف حاجه لي انت طيب ذكرتي الجزيره، نحن اساسا ما من الجزيره. نعم انا كنت يعني حاجه لتجربتك. يعني هو كان في جاي لكن من سولانه من مواليد الجزيره وكذا، احنا اساسا جعليين، احنا جعليين من ولايه نهر النيل. نعم. من منطقه اسمها المكنيه. نعم. اللي اسمها المكنيه. وجعليين ويعني ننتمي لهذه المنطقه، منطقه المكنيه. نعم. وغريه المكنيه، ومن هني من هنا بنحيي كل اهلنا في المكنيه. اليوم التحيه طبعا اكيد انا كنت حاجة استاذنا محجوب الى تجربتك. والى ارض الشمال، يمكن كل السودان بلاد المبدعين، ولكن لاننا اليوم نقف عند هذا النموذج الوطني استاذنا الراحل محمد طه الجدال، الوقوف عند ولايه الجزيره وبالتاكيد عند المفرده الوطنيه، هي ايضا انجبت من رد على سؤال الهويه من انت فانا سوداني. استاذنا الراحل محمد عثمان عبد الرحيم، هذه الكلمات ايضا الخالده عند السودانيين التي تغنى بها حسن خليفه العطبراوي، ده بيقودني الى أثر البيئة على شخصية المبدع، أثر بيئة الجدال على شخصيته اللي جعلته رغم تباين الظروف يكون هو لسان حال الغلابة، لسان حال البسطاء في السودان. هو الجدال طبعا زي ما قلت لك هو اتولد في قرية حليوة الجزيرة، والبيئة لها أثر كبير جدا. نعم. اللي بتناولها دائما في قصائده. نعم. اللي هي من الجزيرة يعني من قرية حليوة. نعم.
فهو تأثر بها جدا طبعا، وهي شكلته نعم شعريا البيئة اللي نشأ فيها. فزي ما بيقولوا المبدع وليد بيئته، وطبعا عنده أسرته فيها الشعراء وفيها الفنانين. بعدين دار أضيف حاجة تانية للأستاذ الجدار الله يرحمه، وكمان كان عازف ماهر جدا لآلة العود، يا سلام. وكان مغني يتمتع بصوت جميل جدا. يعني هنا مصطفى سيد أحمد أنا سمعته حتى لشعراء آخرين كان بيغنيه بصورة جميلة جدا جدا بالعود، برا بيعزفوا بالعود. وبعدين فنان تشكيلي، يعني كان يتمتع زي ما تقولي كشكول بتاع إبداع الله يرحمه. عشان كده أنا قلت هو شاعر وطن. هو شاعر وطني، وبرضه يعني هو كتب للحبيبة الوطن والوطن الحبيبة، ويعني أبدع في 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 الحتة دي يعني. نعم، له الرحمة والمغفرة والجنة، وهذا الإبداع سيبقى كما ذكرت هو صالح لكل الأزمنة ولكل الأجيال إن شاء الله. الإرث الكبير اللي تركه هذا الشاعر، وأيضا عرف بشاعر الثورة، خلينا نقيف عند الحتة دي وكل كلماته النضالية اللي الآن الشعب السوداني في أشد الحوجة له. زي ما ذكرنا قبل دور الشاعر شنو؟ نعم، في النضال الوطني. دور الأستاذ جدال هو كان ملهم في الثورات اللي قامت في السودان ابتداء من ثورة أبريل 85، وكان ملهم جدا بأشعاره للشعب السوداني، وساهم مساهمة كبيرة جدا في تغيير النظام في الوقت ذاك، كما أن اللي هي برضه أزالت النظام ثورة التغيير، التغيير ثورة الإنقاذ أزال هو ساهم مساهمة كبيرة جدا بإزالة النظام من خلال أشعاره الثورية. وجدال هو شاعر الثورة، والشاعر لا يهادن ولا يجامل في الحق وفي النضال وفي الانحياز التام للغلابة والكادحين. يعني لو يعني راجعنا طمعنا في أشعار الجدال كلها بتلقاها بانتحاز، يعني ما مرق من النطاق ده يعني. والدليل على ذلك الآن، يعني أنا أفتكر إنه ده استفتاء كبير جدا جدا لما قدم الجدال للشعب السوداني. الدليل على ذلك المطار يعني كان امتلأ محتشد صحيح بأعداد كبيرة جدا جدا وعلى كل المستويات. دي جات عشان الشيء كان بيقدمه لها الجدال. نعم، فأنا بفتكر أنه أدى رسالته على أكمل وجه، والدليل على ذلك زي ما قلت لك الاستفتاء الكبير بتاع الناس أو الحشد الكبير المرق لتشييعه. وأفتكر أنه الجدال هو رحل جسدا، لكن ما قدمه من إبداع هيظل باغي يمشي كائن حي يمشي على صغير. بكل تأكيد أستاذ محجوب، يعني السودان أنجب أسماء كبيرة جدا في مجال الإبداع، والإبداع الذي لا ينفصل عن الواقع. عندما تجد شاعر مؤمن بالقضية يتعرض إلى اعتقالات، يناضل ضد السياسات الخاطئة في بلاده، ده دليل على أن السودان أنجب أسماء كبيرة جدا. ونحن بنقول الجدان نموذج، وأنت معنا الآن داخل الاستوديو نموذج آخر، متعك الله بالصحة والعافية. حميد نموذج، محجوب شريف نموذج، أسماء كبيرة جدا في عالم الإبداع وعالم الكلمة. ويعني كمان ما ننسى شاعر الثورة، الشاعر الكبير أستاذ أسهر محمد علي، له التحية، وهو الأجعل شرارة الثورة حقيقة الأخيرة دي من خلال أشعاره ذاتها اللي قدمها الطلقة ما بتقتل بيقتل سكات الزول. كمل السؤال ممنوع. كل الشعارات اللي كانت في الثوره دي كانت من كلمات الشاعر الكبير أسهر محمد علي، له الصحه والعافيه. فأتمنى له الصحه والعافيه. ويعني انا ما قدمته يمكن يعني في المجال ده مساهماتي يمكن قريب لل 15 اغنيه وطنيه. جميل. فعلى راس هذه الاغنيات ليك يا وطن كل الولا، إبراهيم عوض، إبراهيم عوض وعمي الزين، حمد الريح،
نسمة العز. إضافة لنسمة العز برضه أغنية. أيوة. لمين عبد الغفار تغنى ليك كثير من المدح. لمين عبد الغفار رسالة للوطن، سيف الجامعة يا سوداننا ما يهمك. عثمان مصطفى تسلم يا وطن، مجزوون سوطن العز. عادل التياني أخواك يا وطن. مجموعة من الفنانين يعني حوالي 15 أغنية وطنية. متعك الله بالصحة والعافية. أنا حاجة للتجربة الكبيرة دي لأنه أنت فعلا أيضا نموذج وطني كبير جدا. إحنا سعداء بوجودك معنا اليوم داخل الأستوديو، بنتواصل مع مشاهدينا في هذه الأمسية الوطنية. يبقوا معنا بعد الفاصل. في هذا المساء نعم هو الحزن النبيل، رحل شاعر كبير ورمز سوداني ووطني محمد طه الجدال، ولكن ترك إرثا إبداعيا وطنيا لإنسان السودان. أهلا بكم وبضيفي داخل الاستوديو مجددا الأستاذ الشاعر محجوب الحاج. أنا سعيدة بوجودك معي داخل الاستوديو، أتمنى لك دائما الصحة والعافية. نحن وزملاء أعدوا لنا تقرير عن هذا الرجل، طبعا حكاية كبيرة جدا وفصول عديدة في هذه الحكاية، ولكن دعوة لك ولمشاهد فضائية الخرطوم لمتابعة فصل قصير جدا من حكاية الجدال في التقرير القادم. غيب الموت الشاعر السوداني الكبير محمد طه الجدال عن عمر يناهز 70 عاما بعد رحلة طويلة من العطاء الشعري الذي ألهم الكثير من السودانيين. عرف الجدال الذي هجر دراسة الطب من أجل التفرغ للشعر بمفرداته الخاصة المستمدة من البيئة الثقافية واللغوية التي نشأ فيها في منطقة الجزيرة وسط السودان. صنفه عبد الرحمن الأبنودي كواحد من أفضل الشعراء العرب. بدأ الجدال مسيرته الشعرية في نهاية 60s القرن الماضي. لكن نجمه سطع بقوة في بداية الثمانينيات، حيث برز كشاعر ثوري وجد شعره صدى كبيرا في الشارع السوداني في ذلك الوقت. كان أحد الملهمين لانتفاضة أبريل عام 85 التي أطاحت بجعفر نميري، كما كان أيضا أحد الملهمين لثورة ديسمبر التي أطاحت بنظام الإخوان المسلمين عام 2019.
خلال العقود الثلاثة الماضية اكتسب الجدال حضورا جماهيريا كبيرا إلى جانب الراحلين محجوب شريف ومحمد الحسن حميد، اللذان سطع نجمهما أيضا في مجال الشعر الثوري والتراثي. وطني العزيز، وطني العزيز المحترم، بعد السلام عليكم. أثنيت بك فهم فهم، وحد القلم ما بزيل بلم، وعلى كيفنا ما كيف الرمم، ينسوا سلام سودان شم فوق الغمم، يا إما يا نخب الخبوب ذمم الحبوب الناف خدم، يا مستجدين النعم مما اللسم جزم العجم، بلحاس موائد انبرم ممن لسم جزم العجم، بلحاس موائد انبرم، نسى في نهم ناس العوائد العدم، لا قدر الله فالندم، يا هل الصلاح الصاح صاح أرضا سلاح. غنى بشعره عملاق الفن السوداني الراحل مصطفى سيد أحمد الجدال حياته من أجل الشعر ونشر الثقافة والتراث، مركزا على الشعر الثوري السهل أحيانا والموغل في المعاني العميقة أحيانا أخرى، والذي يمجد الحياة والوطن والحرية ورفاء الإنسان. بقدر ما كان الجدال محل احترام وتقدير من قبل النقاد واحتفاء كبير من قبل الجمهور، كان الخصيم الأول للديكتاتوريات التي مرض على البلاد خلال سنوات حياته. نعى رئيس الوزراء السوداني ومجلس الوزراء الشاعر الكبير الجدال الذي توفي بمستشفى الأمل بالدوحة بعد معاناة طويلة مع المرض. وقد وقف رئيس مجلس الوزراء عند الفاجعة معذيا فقيد الوطن والذي فارقنا للدوحة القطرية. وصف بيان مجلس الوزراء الشاعر محمد طه الجدال بأنه لم يكن مجرد شاعر عبر من تاريخنا، لكنه صاحب مشروع شعري وإنساني ووطني عظيم غني بالمعاني والقيم الجميلة. ظل طوال حياته صادحا بأغنيات الحب والخير والجمال، شاديا بأغنيات الحرية والطلاقة، حتى في ظل أعتى الديكتاتوريات التي غطت سماء بلادنا. وقال الوزراء السودانيون في تأبينهم: ننعى اليوم علما من أعلام الأدب السوداني، حكيم الشعراء أو شاعر الحكماء، الشاعر الإنسان محمد طه الجدال الذي كانت حكمته المزجوعة زادا للصبر على عسف الاستبداد وعهوده المتطاولة، ووقودا لمقاومته، وإكسيرا يطيب جروح الأفئدة والأرواح. الجدال صاحب المفردة الوطنية النزيهة والثرة. تغنى العديد من الفنانين السودانيين بأشعار الجدال، منهم الفنان الراحل مصطفى سيد أحمد وفرقة عقد الجلاد، حيث قدم العديد في مجال الشعر واشتهر من خلال شعره، وله العديد من الأبيات الشعرية التي يستشعر بها الكثيرون من السودانيين أشعار محمد طه الجدال. يقول الجدال عن عدته: أنا أفتكر الجزيرة لها أثر كبير في اكتسابي لهذه المفردة، ولاية الجزيرة بوتقة فيها كل الأعراق والألسن، السودان كله موجود في تلك المنطقة التي حضرت منها، الناس هنا يجمعهم ظرف اجتماعي واقتصادي واحد، ومن هنا خرجت لغة خاصة بالجزيرة وعامة في نفس الوقت. يعد الجدال أحد المنافحين للأنظمة الديكتاتورية التي حكمت السودان، بدءا من نظام الرئيس الأسبق الراحل جعفر نميري، مرورا بنظام الإخوان المسلمين البائد. وأضاء عبر صفحتي بفيسبوك الكثير من دياجر الظلام في حقبة النظام البائد، ونشر العديد من الأشعار والرباعيات التي رفعت المود الثوري، وكان داعما لكل الهبات والاحتجاجات التي قادها شعبنا ضد دولة الظلم والطغيان. ألا رحم الله فقيد الأمة والشعر والكلمة.
التي تتسربل دوما إلى وجدان أمتنا السودانية، وقد خلقت وجدانا موحدا لكل السودانيين. نعم، هو تقرير حكى فصل قصير جدا من حكاية كبيرة وفصول عديدة جدا، كل الكلمات وكل الحروف تترجم هذه الحكاية، وكذلك دموع السودانيين على رحيل هذا الشاعر. الوطن له الرحمة والمغفرة والجنة بإذن الله. ونقول بصراحة القائد الأول في المجتمع وفي الأوطان هو المبدع. أستاذ محجوب، مرحب بك مرة ثانية. وكما ذكرت، القائد الأول في كل مجتمع هو المبدع، وهو الشخصية القيادية بالكلمة وبالفكرة. فعلا المبدعين ما يغود الشعوب، زي ما يقولوا الثقافة تغود المجتمع. وعلى رأس الثقافة الإبداع طبعا، اللي هم المبدعين. فجدال الله يرحمه يعني، هو كان شاعر نغامة وطن، وشاعر ثورة، وشاعر الشهر في السودان يعني. وزي ما ذكر التغريدة بأنه يعني وساهم مساهمات كبيرة جدا في الحراك أو في المشهد النضالي عموما والثوري في السودان، ألهم لكثير من الثورات يعني، مساهم فيها مساهمات كبيرة جدا ما قدم يعني من أشعار يعني. أيضا في تقرير ذكرت عبارة هو الشاعر الإنسان. المعروف عن أستاذنا الجدال له الرحمة أيضا يعني صاحب باع كبير جدا ويد في العمل الخيري، يمكن هو كان مدير لمؤسسة المسنين البريطانية. وغير كده أنا أفتكر أنه ما كان في مؤسسة، لكن أنا أفتكر أنه الجدال نفسه مؤسسة. هو مؤسسة اجتماعية خيرية كبيرة براو يعني. أيضا ساهم في إنشاء مؤسسات أخرى يعني. وجدال يعني كثيرين ما بعرفوا أنه كان يعني بمدد العون لكثير من الجهات ويساهم فيها ويساعد فيها. وإضافة أنا مفتكر أنه هو ما شاعر، بل الشاعر الإنسان يعني. هو إنسان بمعنى الكلمة. بعدين يمتاز بتواضع يعني، أنا ما شفته في مبدع أبدا. أنا جدال يعني لعزمته في رحلات، وكنا مشينا مع فريق الهلال لجوبا. وقت ده كان أستاذ صلاح إدريس الأرباب، ربنا يديه العافية ويرجع للبلد تاني إن شاء الله. وبصحبتنا برضو كان أستاذ أسهر محمد علي، وأستاذ إسحاق الحلنجي، ومجموعة من الفنانين. ومشينا الجنوب، وكان نزلونا نحن في كان في القيادة بتاعت الجنوب، كان في غرف في اي بي. فقدال يعني اختار الطابق الارضي اقرب غرفة له، وقال انا بس هنا كفاية. يا سلام. وحتى انا قمت قلت له يا اخي والله ما بخليك برك، انا ذاتي بقعد معك. الحمد لله. قعدنا حتى يعني بدأ في طرف بالليل. قلت له يا اخي قدال ما تخلي الشباك ده فاضي يعني. فكان هو رفض ان يمشي غرف الفخمه وكذا، فقال لي يعني الغرفه التحت دي كفايه. يعني يا سلام. يعني نحن ماشيين على الختام استاذ محجوب، اقودك سريع ل 79 وذكرى بتجمعك. نحن في جلسه انا اتذكر الان، جلسه ضمت في بيتنا في العرضه. جلسه ضمت استاذ مصطفى سيد احمد، واستاذ سهري محمد علي، وطبعا بحضور محمد طه الجدال. الوقت داك كان قري لنا قصيده حليوه، وكان الوقت داك كان فاصلنه من سنه ثانيه، مصول من ثانيه طب، فصلوا النظام الدكتاتوري بتاع مايو. وجا قري لنا القصيده، وكانت جلسه تخلل الغناء من مصطفى. ومعانا برضو صديقنا الشاعر فتح الله ابراهيم، وكانت جلسه انا افتكر انها يعني جديرة بأنه الناس يعني يعني نحن إن شاء الله في وقت ثاني أوسع إن شاء الله يمكن نتحدث عن
الدار في الجلسة دي. إن شاء الله. أنا بشكرك جزيل الشكر أستاذنا محجوب الحاج، وإن شاء الله يعني تسمح لنا بساعات أخرى معك في فضية الخرطوم للسياحة أيضا في عالمك الجميل وفي تجربتك الرائعة. شكرا جزيلا، متعك الله بالصحة والعافية، ومرة تانية تعازينا لك في هذه الشخصية الإبداعية الكبيرة ولكل إنسان. والله شكرا لكم، مرة تانية بنعزي أنفسنا أولا ونعزي احنا طبعا فقدنا الجدال كصديق وكأخ وزميل وفي النهاية برضو يعني العزاء بنقدمه لكل الشعب السوداني في هذا الفقد الجلل. ان شاء الله الرحمة والمغفرة لكل من رحل عنا في هذه الأيام أستاذنا محمد طه الجدال، وتحية أيضا لكل مبدع سوداني هو على قيد الحياة ما زال يكتب ويقدم لهذا الوطن، أمنيات الصحة والعافية لهم جميعا. شاكرين جدا اليوم لوجود أستاذنا محجوب الحاج معنا داخل الأستوديو، ومرة تانية تعازينا للشعب السوداني في رحيل ذلك الشاعر الوطن محمد طه الجدال. بالتأكيد نحتاج إلى أزمان وأزمان في الحكاية الكبيرة جدا، حكاية الإبداع في بلادي. لهم الرحمة والمغفرة جميعا، والموت هو حق علينا جميعا، سنرحل جميعا، لكن نتمنى أن نرحل ونترك أثر جميل بعد رحيلنا في هذه الحياة. وما مات من ترك أثرا جميلا بعد رحيله يمضي بين الناس. لنا ولكم نسمة العز لأستاذنا الراحل حمد الريح، وكلمات أستاذنا محجوب الحاج لكم في هذا المساء، جعلها الله آخر الأحزان، وأدام عليكم نعمة الصحة والعافية. في أمان الله.